فأول واجب وأعظم واجب فرضه الله تبارك وتعالى على الجن والإنس هو إفراده تعالى بالعبادة وتوحيده جل وعلا حق التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: معنى ليعبدون أي ليوحدون. فالتوحيد هو أعظم واجب على الجن والإنس، ومن أجله خلقهم الله تبارك وتعالى وأوجدهم، ومن أجل التوحيد رزقهم وأحياهم ويميتهم ثم يبعثهم ثم يحاسبهم ثم يدخلهم إلى الجنة أو إلى النار، كل هذا من أجل توحيد الله جل وعلا. كيف لا وهو حق الله جل وعلا على عباده، كما روى البخاري ومسلم من رواية معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اسمه عفير، فقال: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا أدوا ذلك الحق الذي لله عليهم، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فعدم العذاب والعصمة من دخول النار والعصمة من عذاب الدنيا والبرزخ والآخرة إنما هو بتحقيق التوحيد وتصفية العقيدة لله تبارك وتعالى. ويكون ذلك بي ألا نشرك مع الله أحدا كائنا من كان، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وبحمده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشرك هو الذي يفسد العقيدة ويضاد التوحيد ويهضم به العبد حق ربه عليه. والشرك تعريفه ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل وأجمع تعريف في الوجود. قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو تعريف الشرك. وجعل الند لله يكون بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، والعبادات منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فأما الظاهر فكالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وبر الوالدين إلى غير ذلك من أنواعها.
وأما الباطن من العبادات كالخوف والرجاء والتوكل والخشية والإنابة والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من أنواعها الباطنة. فمن صرف هذا أو ذاك لغيره جل وعلا فقد أشرك بالله، ومن أشرك بالله فجزاؤه جهنم، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك لا يغفره الله أبداً إذا مات العبد عليه ولم يتب قبل موته أو قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس من مغربها. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلا ذنب يساوي الشرك، ولا ذنب أكبر ولا أعظم ولا أخطر من الإشراك بالله جل وعلا. ولهذا ما أرسل الله الرسل إلا للتحذير منه، للتحذير من الشرك بالله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أنزل الله القرآن، وما أنزل الله جل وعلا هذا الكتاب المبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إلا للتحذير من عبادة غير الله جل وعلا. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. السبب في إنزال هذا الكتاب المبارك وإحكام آياته وتفصيلها، السبب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وإذا حقق الناس هذا الأصل الأصيل والواجب الأعظم الذي هو حق الله تبارك وتعالى على عبيده، أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وانصلح اقتصادهم، وانتشر أمنهم واطمئنانهم، وانصلحت جميع أحوالهم في دنياهم وأخراهم. ولكن هل من معتبر لقوله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، أي وما فيهما من التوحيد والعقيدة، وما أنزل إليهم من ربهم القرآن والسنة، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على عبدك ونبيك وخليلك نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خليل الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: من اجتنب الشرك ووحد الله تبارك وتعالى حق التوحيد غفر الله له ذنبه ولو كان ملء الأرض جميعا. ففي سنن الترمذي بإسناد حسن من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الفضل العظيم والمغفرة الكاملة للعبد الموحد الذي جانب الشرك صغيره وكبيره، دقه وجله، على نيته وسره، لا يتحقق للعبد إلا إذا جانب الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأنه قال:
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر. ووالله إن هذا لأمر عسير إلا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، وهو الله على كل شيء قدير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمام الصحابة وهم سادات الموحدين بعد الأنبياء والمرسلين، قال لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف على أصحابه وهم سادات الموحدين المؤمنين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بنا نحن نطمئن أنفسنا أننا لا نشرك ولن نشرك ولم نشرك؟ والشرك واقع بيننا، وللأسف الأكثرية وقع في الشرك، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومع ذلك نمني أنفسنا ونطمئنها بأننا نصلي في المساجد ونصوم رمضان ونبر الوالدين ولم نشرك، وهذا باطل. من توحيدك ومن كمال إيمانك ومن معرفتك لربك ومن صميم عقيدتك أن تخاف من الوقوع في الشرك بالله. انظر إلى إبراهيم خليل الرحمن الذي كسر الأصنام وحارب المشركين من قومه إلى أن لقي ربه، بعد ذلك كله يخاف على نفسه وعلى ذريته، وذريته هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام أجمعين. رغم ذلك يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ويخوف الله جل وعلا عبده وخليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك، ويحذره منه أيما تحذير بقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك أي محمد، إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل والأنبياء والصالحين والأمم، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا حققت الأمة التوحيد واجتنبت الشرك وما أكثره كعبادة القبور وعبادة القباب، قبور الذين يزعم أنهم صالحون والله أعلم بهم، وليست قضيتنا مع هؤلاء الآن، وإنما قضيتنا مع من يعبدهم، فهؤلاء قد أفضوا إلى ربهم، فإن كانوا صالحين فلأنفسهم وإن كانوا طالحين فعلى أنفسهم. قضيتنا الكبرى الآن مع الذين يعبدون هؤلاء الصالحين المزعومين، فيذهبون إلى قبورهم فيشيدون عندها القباب. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تشييد القبور وبناء القباب عليها، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع اليهود والنصارى، يحذرنا من ذلك، لأن الله لعنهم لأنهم اتخذوا قبور صالحيهم وأنبيائهم مساجد، إما بالبناء عليها بناء المساجد، وإما بدفن أوليائهم داخل المساجد، وإما بعدم البناء عليها، ولكن بعبادة الله عندها فقد اتخذت مسجداً آنذاك، فكيف بالذي يعبدها ويعبد أصحابها ويتبرك بهم ويأخذ من ترابهم
ويبكي عند أعتابهم ويطلب بركاتهم ويستغيث بهم ويدعوهم من دون الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا الذي تدعوه حتى لو كان صالحا من أصلح الصالحين والأولياء، قال الله: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا يستجيب لك إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ويحلفون بهم، بل يتجرأ الواحد من أتباع هؤلاء الصالحين المزعومين والطرق القبورية الضالة، يتجرأ أن يحلف بالله كاذباً ولا يبالي ولا يخاف الله ولا يخشى الله، ولكنه لا يتجرأ ربما ولو في منامه أن يحلف بشيخه لا كاذباً ولا صادقاً رهبةً منه، لأنه يدعوه رغباً ورهباً ويكون عندهم من الخاشعين ما لا يخشعه عند بيت الله تبارك وتعالى وعند المساجد التي هي لله جل وعلا. فهذه الطامة الكبرى التي بسببها دمرت كثير من جوانب هذه الأمة، وضيق عليها في معاشها، وسلط عليها الظلم والجور. السبب لأننا ما عرفنا ربنا، ولأننا صرفنا عباداتنا لغير ربنا، والله ما خلقنا إلا لعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. أهلكهم الله لماذا؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. ما هو السبب؟ ما فعلوا من قبلكم؟ لما ظلموا، يعني لما أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وكذلك نجزي القوم المجرمين. فاتقوا الله عباد الله، ووحدوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن العبادة لا تكون إلا لله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصرف له نوع من أنواع العبادة، ولا ينبغي أن يشرك مع الله وهو سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء الرجل فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، إنك أنت وليُّها مولاها. اللهم إنا نسألُك علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء. اللهم جنِّب بلادنا السودان الفتن ما ظهر منها وبطن، وجميع بلاد المسلمين، إنك جوادٌ كريم على كل شيءٍ قدير، وبالإجابة جدير. وقم إلى الصلاة.